في يوم من الأيام بيكون في طفل صغير اسمه بيتر بيلعب مع أبوه. فجأة بيكتشفوا إن في حد دخل بيتهم من غير ما يعرفوا. أبو بيتر بيمسح كل حاجة من تجاربه ومعادلاته، وبيبان إن في عنكبوت كان بيعمل عليه تجارب. وبياخد بيتر بيوديه يعيش مع عمه بن ومرات عمه ماري، وبيفضل بيتر عايش مع عمه ومرات عمه لحد ما بيكبر وبيعرف إن أبوه وأمه ماتوا في حادث الطيارة. بيكون بيتر وحيد ومهمل، حتى في مدرسته ملوش أي صحاب. هوايته الوحيدة هي التصوير، وبيفضل يصور في كوين الكراش بتاع، لكن هي بتكون مصاحبة فلاش أرخم واحد في المدرسة اللي كل ما بيشوف بيتر بيضربه. وجوان هي اللي بتبعد فلاش عنه وبيكون صعبان عليها جدا. تسأله عن اسمه بيقولها إن اسمه بيتر باركر، يبقى فرحان لأنها أخيرا كلمته. ولما بيرجع البيت بينزل يصلح ماسورة المية اللي باظت في القابو. هناك بيلاقي شنطة اللي كان أبوه دايما بيشيلها. عمه بيقوله إن الشنطة دي كان أبوه سايبها أمانة عندهم قبل ما يموت. بيفتح الشنطة مش بيلاقي فيها غير حاجات عادية، ومنهم صورة لأبوه وواحد صاحبه. وعمه بيقوله إن ده دكتور كورتو كورنرز كان بيشتغل مع أبوه في مختبر. يفضل بيتر يفتش في الشنطة لحد ما بيلاقي ورق وبيلاقي إن مكتوب فيه معادلات. بيعرف إن المعادلات دي سرية جدا، وإلا ما كانش أبوه خبى الشنطة دي قبل ما يموت. بيفضل يدور على النت لحد ما بيعرف إن أبوه كان دكتور مشهور جدا بيشتغل في مركز تهجين. بيعرف إن الحادثة اللي أبوه وأمه ماتوا فيها كانت مقصودة ومدبرة. وبيعرف كمان إن الدكتور كورتو كورنرز اللي متصور مع أبوه لسه عايش وبيشتغل أخصائي في علم الوراثة وشغال في مبنى أوريسكوب العلمي. بيسرق هوية شخص متدرب علشان يدخل المبنى. ما بيدخل بيتفاجئ ان كوين الكراش بتاعته هي المسؤولة عن المتدربين. بتكون هي مساعدة الدكتور كورنرز اللي هو بيدور عليه. بيلاقي ان كورنرز دراعه مقطوع. يعرف انه شغال على مشروع تجديد اجزاء الانسان زي الزواحف، يعني بيدور على حاجة تخلي دراعه المقطوع يتجدد ويطلع غيره. بيتر بيقترح انهم ممكن ياخدوا جين تجديد الاجزاء المقطوعة من الزواحف ويضيفوها على جينات البني ادمين. بعدها بيتر بيهرب من مجموعة المتدربين دول وبيدخل مختبر خاص بخيوط العنكبوت بالغلط. بيلاقي أجهزة غريبة مليانة عناكب بيكونوا بيعملوا عليها تجارب وبيغيروا في جيناتها علشان يطوروها. بيفضل بيتر يلعب في الجهاز لحد ما العناكب بتقع عليه. بعدها بيبعد عنهم وبيخرج من الأوضة. بيبان إن في عنكبوت كان مستخبي في هدومه وبيقرصه. بيتعب بيتر وبينام من كتر التعب في المترو. يروح واحد يحط على دماغه إزازة وبيصحى بيتر فجأة وبيرمي الإزازة على واحدة. بعدها بيلاقي نفسه بيمسك في سقف المترو عادي. كمان بيلاقي إيده بتلزق في أي حاجة بيمسكها. بيقدر يضرب كل اللي موجودين في المكان بسهولة جدا. بيحس انه عنده قوه غريبه وبيكون خايف جدا من اللي بيحصل له. لما بيرجع البيت بيفضل ياكل كل الاكل اللي في الثلاجه، وبيعرف ان كل اللي بيحصل له ده بسبب قرصه العنكبوت. اليوم اللي بعده بتكون قوته مش عاديه وبيكسر كل حاجه بيمسكها. كمان بيقدر يسمع الاصوات الضعيفه جدا، كل حاجه بتلزق في ايده ورجله. وبيفضل يدور لحد ما بيعرف ان العنكبوت اللي قرصه ده ملعوب في جيناته. بيعرف ان ابوه الدكتور ريتشارد باركر هو اللي كان صاحب التجارب دي، وان تهجين جينات العناكب كانت من فكرته في البدايه. عشان كده بيروح للدكتور كورنرز وبيعرفه انه مش متدرب. بيقوله ان هو اسمه بيتر باركر وابن صاحبه ريتشارد باركر، وبيكتب له المعادلة اللي كان شافها في الورق بتاع ابوه. تكون دي المعادلة الناقصة لدكتور كورنرز علشان يكمل المشروع بتاعه. في اليوم اللي بعده بيتر بيروح المدرسة وبيكون فلاش الرخم بيلعب باسكت. كرة بتروح لبيتر، بيقول لنفسه ان دي فرصته ينتقم من فلاش، وبياخد منه حقه وبيزله على ما بيديله الكورة. وبيروح يحط الكورة في السلة، بس من قوة اندفاعه الازاز بيتكسر، عشان كده بياخد انذار من المدرسة. وبعدها بيفضل يعمل حركات عشوائية وبيكون فرحان جدا بالقوة الجديدة اللي بقت عنده. ولما بيروح البيت بيكون اتأخر، وعمه بن بيزعقله وبيخليه يعتذر لمرات عمه اللي اتأخر عليها، ده لأنه ما راحش أخدها من الشغل زي ما اتفقوا. كمان بيقول له إن غير مسؤول، فبيتر بيتخانق معاه وبيسيب له البيت وبيمشي. وبيخرج عمه وراه علشان يدور عليه ويرجعه للبيت تاني. وبيروح بيتر للسوبر ماركت وبيلاقي إن في حرامي سرق الفلوس من الراجل ومش بيرضى يمسكه، كمان بيسيبه يهرب. وبيجري الحرامي لحد ما بيشوف عم بيتر اللي بيحاول يوقفه، وعلشان كده بيضربه بالمسدس وبيهرب. وبيسمع بيتر صوت ضرب النار، ولما بيرجع بيلاقي ان عمه بن هو اللي اتقتل. فبيتأثر بيتر وبيفضل ندمان وبيقول انه لازم يمسك الحرامي ويسلمه للشرطة. وبيشوف رسمة وبتعجبه وبيعمل منها ماسك علشان يخبي وشه. بيقدر يخترع جهاز علشان يطلع خيوط عنكبوته وبيحطه في ايده. كمان بيفضل يدور على تصميمات علشان يعمل بدلة لنفسه، وبيعمل التصميم ده وبيرسم عليه عنكبوت، وبتبقى دي بدلة الرجل العنكبوت اللي هو بيتر باركر. وبيكون الدكتور كورنر كمل مشروعه ووصل لمصل يقدر يجدد الاجزاء المقطوعه. بيجرب المصل على فئران التجارب وبينجح، لكن مش بيلاقي بني ادمين متطوعين علشان يجرب عليهم المصل ده. بيتفاجئ انه اتطرد من المختبر وبياخدوا منه المصل اللي هو اخترعه. قرر يسرقه ويحقنه في نفسه، ده علشان دراعه المقطوع يكتمل. بيلاقي ان دراعه اتجدد فعلا وطلع غيره، بس بيلاقي ان المصل عايز تعديل، وده لانه بيكمل على اعضاء الجسم. وبيلاقي نفسه بيتحول لسحليه وبيحاول يلحقهم قبل ما يطلعوا المصل ده وكل المرضى اللي عنده
عندهم قطع في أجزاء جسمهم ياخدوا يتحولوا هم كمان لسحالي. في الوقت ده بيكون بيتر مع جوين وأهلها عازمينه على العشاء. بيعرف إن أبوها ظابط وبيدور على الرجل العنكبوت ده لأنه بيخوف الناس في الشوارع، ده غير إنه بيبوظ لهم خطط كتير جدا. بيتر بيتخانق معاه وبيدافع عن الرجل العنكبوت، وده من غير ما يعرفه إنه هو الرجل العنكبوت. الخناقة بتكبر وجوين بتحاول تهدي الموضوع وبتاخد بيتر وبتطلع بره. هناك بيعترف لها بحبه وبيعرفها إن هو الرجل العنكبوت. بعدها بيسمع صوت إسعاف وشرطة في كل حتة في المدينة وبيعرف إن في خطر. بيروح علشان ينقذ الناس، بيلاقي إن في سحلية حجمها كبير جدا بتهاجم الناس في الشوارع، كمان بترمي العربيات من على الجسر. بتكون السحلية دي هي الدكتور كورنرز، يكون جسمه تحول للشكل ده، وده لأن المصل كان بايظ. بيوصل للعربية اللي فيها المصل وبيرميها هي كمان من على الجسر. في الوقت ده بيتر بينقذ العربية هي وكل العربيات اللي اترمت. بيسيب السحلية دي تهرب علشان يقدر ينقذ ولد صغير من العربية قبل ما تنفجر. بعدها بيروح لدكتور كورنرز وبيلاقيه متغير ومتوتر وبيلاحظ تغير في جلده، بيكون شكله غريب جدا وجلده شبه جلد الزواحف. وبيلاقي ان فار التجارب اللي اخذ المصل حجمه كبر جدا وجلده اتغير وكمان بياكل لحوم. بيعرف ان الدكتور كورنرز هو اللي اخذ المصل وتحول لسحلية، كمان هو اللي هاجم الناس في الشارع، عشان كده بيروح يبلغ عنه الوالد جوين، واللي ما بيكونش مصدق كلامه. عشان كده بيتر بيقرر يدور عليه بنفسه وبيعرف الاماكن اللي بتستخبى فيها السحالي، وبيعرفوا انهم بيعيشوا في مواسير المجاري. بيعمل شبكة من خيوط العنكبوت علشان يقدر يصطاده، وبيكون الدكتور كورنرز بيحقن نفسه تاني بالمصل بعد ما سرقه من المختبر. بتكون الجرعة المرة دي زايدة ومركزة. بيكون بيتر مستني السحلية تخرج من الجحر بتاعها حد ما بيجيله وبيجرحه بمخالبه وبيقدر يقطع الشبكة لانه قوي جدا، عشان كده بيتر بيهرب منه. بس بيكون الدكتور كورنرز عارف ان بيتر يبقى هو سبايدر مان، عشان كده بيروح له المدرسة علشان يموته، ده لانه مش عايزه يقف في طريقه. وبيقول له ان كل الناس المصابين لازم ياخدوا المصل ده علشان يعيشوا في اجسام كاملة، حتى لو الاجسام دي مش هتبقى اجسام بشر. بس بيهرب منه في الاخر لما بيعرف ان الشرطة بقت في كل مكان في المدرسة. وبيتر بيروح وراه في مواسير المجاري، بيقول لجوان انها لازم تروح لمبنى اوروسكوب وتدور على ملف تهجين الفصائل، وكمان تلاقي المصل المضاد وتحضره ده علشان يبطل مفعول المصل اللي الدكتور كورنرز عمله. بيلاقي ان الدكتور كورنرز عامل مختبر كامل لنفسه في المواسير. يعرف ان الخطوة الجاية ليه هو مبنى اوروسكوب العلمي علشان يستخدم جهاز اطلاق المصل ويحط المصل بتاعه وينتشر في كل حتة في المدينة، ساعتها كل الناس هتشمه ويتحولوا لسحالي. وبيفتكر انه بعت كوين لنفس المبنى، وبيكون الدكتور كورنرز بيهاجم رجال الشرطة وبيفتح المصل ليهم وبيتحوله، وبيبدأ يرمي المصل على الناس في كل حتة في الشوارع. كل اللي بيشمه بيتحول لسحلية، وبيتر بيعرف جوين انها لازم تهرب من المبنى قبل ما الدكتور كورنرز يجي ويموتها، بس هي بترفض وبتخرج كل الناس اللي موجودين في المبنى، بتضرب جهاز الطوارئ علشان يهربوا. بتحضر المصل المضاد واللي بيكون متبقي له دقيقة واحدة، تستخبى من الدكتور كورنرز وبيكون معاها جهاز الإطلاق، لكن بيجي لها وبياخد منها الجهاز وهي بتكون خايفة منه جدا. وبتنزل جوين ومعاها المصل المضاد وبتدي لوالدها علشان يطلعه لبيتر بعد ما عرف ان بيتر يبقى هو سبايدر مان. بيكون بيتر بيحاول يوقف الدكتور كورنرز قبل ما يحط المصل بتاعه في جهاز الإطلاق. الدكتور كورنرز بيكون قوي جدا في جسم السحلية، وبيتر مش بيقدر عليه لوحده، حد ما بيساعده أبو جوين وبيديله المصل المضاد، بيقول له ان هو هيتولى امره لحد ما هو يحط المصل المضاد في جهاز الاطلاق، بس ما بيقدرش يواجه الدكتور كورنرز وبيموته بكل سهوله. يكون بيتر حط المصل المضاد في الجهاز وانتشر في كل حته في المدينه، تاثير مصل الزواحف بيروح وبيرجع الدكتور كورنرز لطبيعته. بيروح بيتر لابو جوين واللي بيعتذر له وبيقول له انه كان غلطان في حق ده لما قال عليه انه شرير وبيهاجم الناس في الشوارع. بيقول له انه لازم يفضل يساعد رجال الشرطه ويخلص المدينه من المجرمين. بيقول له يعمل اللي هو عاوزه بس يبعد عن جوين والا هيأذيها. وبعدها بيموت. وبعدها بيرجع بيتر لمرات عمه واللي بيكون اشترى لها البيض اللي كل مره بينسى يجيبه لها. بيحاول ينفذ وصيه ابو جوين وبيرفض يقابلها، لكن بعدها بيتخلى عن وعده وبيصالحها وبيقضي وقته في انقاذ المدينه من الاشرار. وبيخلص الفيلم على كده. تنساش اللايك والسبسكرايب، وقولي عايز الملخص الجاي يكون عن ايه.